احترم بدوب بلاعب اللي شخصيا او اغلب انك احترمه بشده، لاعب عطال كثير الكره او البطوله الوطنيه بالتحديد اللي لعب في عدد من الفرق والانديه ولا زال لحد الان يعني قادر على العطاء ونستعاره او نتم استعاره العباره ديال الزميل الاستاذ عبد الحق الشراط اللي هو ابراهيم نقاش. ابراهيم نقاش هشام اللي غيمشي او وقع رسميا في نهضه الزمامره، ابراهيم نقاش، عصام الراقي، عبد الصمد المباركي، ابراهيم بزغودي، هادو اسماء اللي لعبات في ربما عايشوا هذا الجيل الثالث اللي كيعيشوا حاليا. كتشوف بانه هاد اللاعبين اللي باقي قادرين على العطاء وربما اخلاقهم حتى اخلاقهم هشام اقل كلاما اكثر هدوءا، واش كتشوف بانه ممكن انه الاضافه اللي كيقدموا من غير كرويه شنو الاضافه ممكن يقدموا الانديه اللي كيمشيو لها؟ الا درتي واحد الاطلاله سريعه على الفرق المغربيه، اللاعبين الحاسمين في الفرق اغلبيه اللاعبين الحاسمين هما فايتين 30 سنه. صحيح. يعني صحيح. يعني لا من المهاجمين الا من لاعبي الوسط فالفرق المغربيه. يمكن انه كانوا بعض المدربين تناقشوا في هذه المساله هذه ديال اللاعب المغربي، فكيقول لك انه اللاعب المغربي يمكن انه ما كي العطاء ديالو ما كيوصل لواحد النضج الا من بعد 28 30 سنه. واش لانه التكوين متاخر، واش مجموعه من الاسباب، كل واحد كيفاش كيفسرها. وجود هاد اللاعبين مادام انهم قادرين للعطاء فكنظن انه حتى واحد ما غيحيد لهم بانهم قادرين، لانهم كيخلقوا الفارق داخل الفرق. فالنقاش حتى واحد ما يناقش الاهميه ديالو، راه قاد الوداد الفوز بعده القاب. عصام الراقي كذلك في واحد فتره من الفترات مع فريق الرجاء وكذلك الان مع المغرب الفاسي. المثال الاوضح هو عبد الصمد المباركي، محسن ياجور، محسن ياجور كذلك، زكريا حدراك. فاذا درتي الى درتي اطلاله غتلقى، لانه حتى بركان الان معدل السن ديالهم راه مرتفع جدا واللاعبين الحاسمين عندهم. فهذه يمكن انه المدربين اللي غيكونوا مؤهلين باش يمكن انه يفسروا لنا هذه القضيه هذه. ولكن اللاعب مادام فارض العطاء ديالو راه ما يمكنش انه يمكن ان كان بالعكس خبرته كيجيبها معاه والايقاع كيجيبه معاه والمستوى كيجيبه معاه، اذا اللاعب ممكن انه يلعب ويعطيني الاضافه.